قلدوا على راحتكم وسوي فكرة فلان I don't care أصلا ما حد مهتم. هاي حلوة الصحبة اللي تتحول كسرير. أرد لكم بالكونة مالتي طبعا من زمان عاجبني أغيرها. هلو حبايب قلبي and good morning, welcome back to my channel. شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير يا جماعة. طبعا اليوم راح اخذكم وياي بفلوج جدا حلو وجدا ممتع. فقبل نبلش بهذا الفيديو اذا انتو جد على قناة او انتو قديمين من متابعين ميمو لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا جرس الاشعارات عم كل ما انشر فيديو تعرفون ان مريم نشرت فيديو جديد. المهم طبعا اليوم انا قاعدة من 8 الصبح اخذت شاور وشسورت شعري وخلت شوية ميك اب واحس اني حالي لينا فريش و I'm ready انه اكمل يومي هذا بكل طاقة ايجابية. فيا جماعة طبعا اليوم اربعاء وتعرفون كل اربعاء لازم ناكل سمك. فراحة to the market عم تجيب سمك فريش. خلينا نشوف شنو راح اشتري اليوم ومحتاجة مسواق بعد للثلاجة يعني الثلاجة مالتي فاضية. وشكرا على دعمكم وتعليقاتكم مثل كل مرة. المهم قبل ما ابلش أريد أراويكم نظاراتي الجديدة اللي اشتريتها من بالانسياغا يوم رحت على إيطاليا. يا جماعة هاي ثاني نظارة إلي وإن شاء الله بعد الجاي أعظم إن شاء الله. بعد أكيد نظارة كانت حيل عجبتني. كانت عجبتني هاي النظارة الأمانة اللي لبستها كيم كارداشيان بس كانت مخلصة وباقي واحدة بالعرض بس ما جبتها. أحب أشتري شيء ما حد لابسه قبلي ويكون شيء جديد يا جماعة. المهم ثواني خلينا أمسح شوي النظارات على مود تشوفوها ايش قد حلوة تجنن يا جماعة. كلش احب نظارات بالانسياغا لانه حيل مريحة وكلش فاشنبل وتجنن. المهم حتى اذا ما حلوة انا اشوفها حلوة. يا جماعة بالانسياغا اموت على هالبراند. فشوفوا النظارات مالتي ياي. شوفوا شوفوا تشوفون الديتيلز تشوفون الجمال النظارات المجنحة. او ماي جاد اتجنن. اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم نظاراتي الجديده. المهم يلا حان وقت انه ننطلق. اكو وحده قاعده يمي بس الان ما حكيت وانا مستغربه وبابك مفتوحه. اريدك تسلمي على المتابعين وش تقول؟ هلو. كم مره اقول لك علي المقعد وتقولين يمي؟ هلو. ياي. ويعني منو؟ السوح عندنا نظارة دندون الحمد لله بالسيارة. تشبه هيلو ولا بلانسياغا؟ لا يسار. لا بلان بلان. ها؟ أول مرة تجيبش بلي فلوج مالتي مو؟ إي شو هي شعورك وأنتي ضمن هذا الفلوج؟ فلوج الملكة مريم للأمانة خوش شعور. اشتركوا بقناة بليز. يا جماعة طبعا انا اليوم لابسه فيست مثل ما تشوفون. ضروري اني البس جاكيت باي زمان وباي مكان. صح لا تامن بالجو. لا 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 اهم شيء يا جماعه الجرين بينز ويعني طبعا اليوم يصير ويانا قاعد تسوق. هلو جيب الذران. انا ما اريد ذره والله تجيبي لي. شنو هاي يسار؟ هاي التورني. هاي الفاكهه هالكدوتها البرتقاليه الجنن حامض و شو اسمه؟ انكفري. هاي لا جرجير. لا زنجبيل زنجبيل. زين طبعا هاي الشوت مليئه بالفيتامينات الصحيه اللي تعطيكم طاقه على الريق. طبعا هاي شربوها قبل الفطور وقبل اي شيء حتى قبل الماي. لا عاد مو قبل الماي. لازم يصير تحرقين المعده. يلا خليه. جرجير نعناع. اقول شو هذا عصير كلش انا احبه. اي عفي 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 تربيتي. هلو رجعناكم من جديد. شوفوا شو اشترينا اليوم.
شوت الطاقة، شوت الصحة. كيف ما جاوبت تعليقات، إذا حابين يصير تسوي لكم فلوج مثل يعني آني. ديلي ديلي فلوجز بس. أنت نزل مثلا فيديو أسبوعية. اي اي انا مثلا يومية او بين يوم يوم. قهوة طيبة. انت تسوي الشيء اللي تحبيه، دائما اقول لك الشيء انت ما ادري ايش احب. لا غلط، بالعكس انا اعرف ايش تحبين. يعني انت عندك تحبين الانمي، تحبين الفن، تحبين ال وحب اليوتيوب، تحبين الاغاني، تحبين اليوتيوب. انت سوي الشيء دائما اللي تحبيه، دائما اقول لك شاول اي شخص يا جماعه سوي الشيء اللي انت تحبه، لا تسوي الشيء ما تحبه، ليه ما راح تقدر تبدع بيه ابدا ولا تقلد احد. انا ضد فكره التقليد، وحتى يقلدون بالاسلوب الكلام وبالاشياء اللي يحبها. اقلد محتوى احد او اسوي محتوى شبيه من يوتيوب احد بس ما اقلد اسلوبه، والله العظيم لو ما ادري ايش يصير بالدنيا. صح يا قرف قرف، والله العظيم راح اقولها قرف من تقلد اسلوب احد. مين والله العظيم يقلد اسلوب احد مثلا معروف اكثر من عنده او مشهور اكثر من عنده بس على مود شلون فور كلاوت يو نو. اليوتيوبر هي واحده قلد الثاني عادي كافكار مو مشكله كمحتوى يعني. هو المحتوى تقريبا متقارب بين اليوتيوبرز. اسمي نفسي يصير بيوتي، لا اسمي نفسي يصير ستارز، لا ما تضبط. لا اكيد ايوه 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 لا لا والله 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 قرف. صح انا ما عندي شكو مثلا اخذ فكره من احد اسوي مثلا فكره مستوحاه من فكره يوتيوبر، مو اقلد اسلوبه، اقلد طريقه كلامي. شنو obsessed؟ Why you so obsessed with me? Boy I wanna know. يلا خلينا نرجع للبيت. طبعا نسيت اجيب كلينكس مع المطبخ بس ما علينا، من اطلع مره ثانيه راح اجيب كلينكس مطبخ ومحتاجه كذا شغله لازم اشتريها. المهم هذه هي مكونات الغداء اليوم. اي شيء انا استخدمه انظفه، اي شيء معون اغسله على مود ما يتراكم اي شيء علي ويبقى كل شيء نظيف. فرح اقطع الجرين بينز، بس رح اقطع الحوافي مالتها او الاطراف مثل ما تشوفون لازم نقطعهم. اليوم الاكل هيلثي، لان تعرفون يوم رحت على ايطاليا اكلت كوما عجين، يعني حرفيا كل اكلي كان يوميا باستا، يوميا من دون مبالغه يوميا اطلب سباجيتي. اول ما رجعت قلت لازم ارجع يعني التزم باكلي اكثر على مود اضعف اكثر. مثل ما تشوفون اعشق الجرين بينز يا جماعه، كلش هيلثي وكل هذا انه تشبع. هم دا خطاني، تعالوا خليني اراويكم كيف تشوفون. ترى كده أرد لكم بالكونة مالتي، طبعا من زمان عاجبني أغيرها. بس سوري يا جماعة مثل ما تشوفون أكو هنا كلش هواية هوسك، هواية أغراض قديمة أنا عايفتها هنا بالبالكونة، لازم أشيل كل شيء وأسوي ديكور وديزاين جديد. فهنا عندنا طبلة ما محتاجتها، طبعا هاي طبلة عندنا بوكسات، اكو اشياء رح انطيها للناس محتاجه، اكو اشياء رح اتبرع بيها. وتعرفون هنا عاجبني اعلق سندانه ورد، رح تطلع كلش حلوه ورد هيجي، رح تطلع الوان حلوه تنطيك طاقه وجمال للمنظر اللي قدامنا. فمثل ما تشوفون محتاجه اغير كوشو كلاشي بهاي البلكونه يا جماعه. طبعا حجمها صغيروني، تخيلوا هنا نسوي لنا قاعده حلوه، طاوله وكراسي والورد ونشرب قهوه، رح يصير الفايب خيال. مثل ما شفتوا البلكونه
يعني حلوة، وحرامات إنه أنا ما استغلتها ومسويت لي قاعدة حلوة أصور بيها سنابات بوستات، لأنه حرفياً بالكورنر قاعدة تجنن وبيها إضاءة خيالية. بس إنه أنا هواي أسافر، هواي أروح وأجي، فمرات ما عندي وقت أقعد وأشوف شنو محتاجة وشنو لازم أغير. بس هالمرة قررت قرار إنه راح أغير البلكونه وياكم، ونسوي لنا قاعدة حلوة مع بعض، أصور بيها فلوجات وفيديوهات، كلش راح تعجبكم. أردكم بلكونة إنه كلش كبيرة مثل ما تشوفون، وبيها تصير قاعدة تجنن، تصير بيها قاعدة حيل حلوة. فخلاص يا جماعة قررت راح أغيرها. أول شيء لازم أنظفها وأشيل كل الأشياء اللي بيها، بعدين أشوف شنو محتاجة أشتري. عرفت شلون؟ المهم دا انتظر السمك يستوي ويانا، عم نتغدى لان حيل جوعانه. نشوفكم بعدين، باي. واو، لذيذة لذاذة مو طبيعية. حارة طبعا، استوى طالع من الفرن. هروح اكمل غداية وارجعكم بعدين، باي. طبعا قررت اروح اقرا الكتاب هذا اللي قاعد اقرا، اللي هو Everything Is. يسرى اقترحت لي عن هذا الكتاب وقالت انه حلو راح يعجبك، فبلشت اليوم باول صفحة. خليني اكمل قراءة الكتاب وراح اروح شوية اتمشى واشم شوية هواء نقي على مود اهضم الاكل اللي اكلته. المهم طبعا قراءة الكتب الانجليزية هو راح تقوي من لغتكم، حتى راح تقومون تقرون كل شيء فلوينتلي وراح تعلمون كلمات جديدة. طبعا شباب يساعدني راح افرغ البلكونه اليوم يا جماعه، واخيرا حان وقت التغيير. راح اغيرها وياكم خطوه بخطوه، بس اهم شيء نشيل الغراض ونفرغها اولا. هاي عن جو المخزن نخليها، هاي بالمخزن نخليه عمل ميك اب فور اي جوا. وهذا حدا يسار يا جماعة، شوفوه هذي تقريبا فرغة البلكونة. ياي فاضي.
نظفنا البلكونه واخيرا صارت جاهزه وفرغت. هي صراحه ما تحمت منظرها ابدا. راح ننطي كل الاشياء الزايده راح نوديها ونعطيها الناس محتاجه. جيت على اليوسك عشان اشتري كذا شغله للمطبخ والحمام مالتي. بس من جيت وياي دندون. دندون اعشق ذوقها. في اليوم انت راح تساعديني وراح تختاري لي، ونور ويانا ايضا ضيفة شرف. نور هم راح تساعدني والله اختار اشياء حق المطبخ وللبيت كله. فدندون حنروح نجيب مستلزمات للبيت عشان ساعتها لازم نسوي ميك اوفر كامل للبيت. للبيت لك شو هالجمال هاي دندون. حبتي تجي تصورين وتساعديني يلا. يا جماعة طبعا عجبتني هاي، ممكن نخلي بيها الاكسسوارز او شيء حلوه. بلس هاي ممكن نخلي بيها الصابونه. بس نور ترى البيت ابيض اسود فما اعتقد هاي الوان راح تكون يعني حلوه مع بعض. بس هذا لون بيسكس بلس انه نجيب هاي المعطره ريحه الطيف اكيد. So what do you think? Think this one is lemon grace. حلوه هاي للحمام. جيبي يلا خلاص يا جماعه. سو شمينا الليمون ما عجبتنا، سو راح ناخذ الاوشن. اي بريفير اوشن يعني. يس ريحتها اطيب يا جماعه وريفرشنج اكثر. الليمون ريحه ليمون كلش قويه بس هاي حلوه حلوه حبيت ريحتها طيبه. طبعا هاي الصفحه حيل عجبتني كلش حلوه وتصير حتى سرير تجنن. بس قاعد نسال سعرها بيش. خليني اشوف ورا التخفيض كم سعرها. ما عجبني كل الاشياء اللي شفتها بالمحلات، شكلي راح اروح الايكيا. اعتقد هناك الاختيارات متنوعه ومتعدده فشكلي راح اروح شي يوم الايكيا واشتري اثاث للبيت. بس حاليا اشتريت كذا شغله للحمام والمطبخ. دندون اختارت لي كم شغله واكيد ما تتحمل. شنو اشتريتي ليش؟ اشتريت فتنس بار رياضية. ما في ديام طلعت بمكان ويانا اذا ما قلت انا جوعان. شنو انت ما تاكلين من البيت؟ قولي ما تاكلين؟ هاي يا جماعة رجعت على البيت. المهم خليني اقول لكم اشتريتي لليوم. اشتريت هذول الاكواب مثل ما تشوفون للمي وللعصير تجنن اربعة. هذا البخاخ طبعا بخاخ كلش احتاجه. طبعا هذا راح اقول لكم عشان شو اشتريته بالفيديو القادم، بس هذا البخاخ كلش مهم. اشتريت هذه المعطرات اللي تخلوها بالحمام اللي تنطي ريحه طيبه وريفرشنج خيالي. ريحه صدق للحمام. تكرمون. هاي الطريقه ترى. راح خاولي للمطبخ لان ما عندي. اشتريت بعد هذا الهاند سوب لانه ماتي باقي بي شويه جماعه ويخلص مثل ما تشوفون. فاشتريت هذا الجديد كلش حلو ريحته تجنن. يلا تعالوا نسوي الغداء مع بعض. يا غداء العشاء عشاء يلا. وهذه هي مكوناتنا لاخر وجبه راح اكلها لليوم. طبعا عندنا هنا راح اسوي سندويش حلومي اللي محتاجين جبنه حلومي، افوكادو، محتاجين عسل، جرجير، توست وتشيلي فليكس. اول شيء محتاجين كاسه عم نسوي بيها الافوكادو. او ماي جاد فريش. عصره ليمون. نضيف الجرجير. وهيك يكون جهز ويانا اخر وجبه اليوم او وجبه العشاء. تقدرون تضيفون جرجير زياده يعني اذا تحبون هيك الصحن يطلع حلو شكله. اهم شيء تاكلوه ترى الجرجير كلش مفيد. فيلا نجرب ونقول بسم الله. شوفوا يا جماعة غنبلة. لذيذة
لذاذه مو طبيعيه، خاصه الافوكادو والحلومي. للامانه خوش كومبينيشن، طيبه طيبه. روحوا جربوها، اطعمه مختلفه، والجورجيان مطنيك كلش طيبه، حتى الافوكادو والحلومي وشويه حاره لذيذه. كملنا عشاء ونظفت المطبخ وخلصت. يا جماعه حان وقت السكين كير. تعرفون اني السكين كير جزء كلش مهم بيومي، لازم انظف بشرتي واعتني بيها. المهم حان وقت انه نمسح المكياج ونشيل الفيك لاشز ونشيل كل شيء بوجهنا. هذا اول شيء. الله راحه. اهم شيء اهم شيء بنات انه نستخدم الريفرشينج تونر. هذا التونر من روتري، خيالي طبعا. هذا منتج اورجانيك وحيل حلو. ليش نستخدم تونر بعد غسول الوجه؟ عشان ينطينا هيك شيء ريفرشينج للبشره، وانه تتاكدون انه البشره صارت نظيفه. فتمسحون وجهكم بقطنايه حتى رقبتكم. المالتي كولاجين، هذا السيروم اللي دائما انا استخدمه، هذا باور ليفتنج، يشد البشره كلش، انا احبه. يلا بنات، يعني اللي قاعد يشوفني هسه بعد ما تكمل فيديو تروح تهتم ببشرتها. اهم شيء العنايه طبعا. اي شيء تعتنون به راح تشوفون عليه نتائج، اي شيء تهملوه راح يتلف ويتعب. ها هي القاعده اليوم. وبعدين راح اخلي اي كريم، كريم تحت العين كلش مهم حتى من ناحية الترطيب. أنا جو عيني مرات ينشف لأنه ما أخلي آي كريم، بس مع مرور الوقت عرفت إنه حرفيا إيش قد مهم الآي كريم.